السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنشوف مع بعض حاجة كويسة جدا، وهي ان احنا لو الويندوز عندنا بطيء لازم نكتب الكود او الامر ده، والامر ده بيتكتب يعني كل فترة علشان بيعمل لنا شبه صيانة للويندوز على الكمبيوتر او اللابتوب. خلينا ندخل في الموضوع على طول، واول حاجة هنعملها هنفتح قائمة ستارت وهنكتب cmd او cm. هيظهر معانا الكوماند برومبت، هنضغط على كليك يمين وهنضغط على run as administrator. تمام، هيفتح معانا الشكل ده وهنضغط على yes، وبعد كده هنكتب هنا الامر اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. والامر اللي احنا هنكتبه ده هيعمل صيانه زي ما قلنا للويندوز. هنكتب sfc slash، تمام، وهنكتب scan now طبعا من غير مسافات. كده هنضغط على انتر، بمجرد ما هنضغط على انتر هيبدأ يعد معانا زي ما احنا شايفين كده من 1 لحد 100. وبعد ما يخلص هنرستر الويندوز وهنلاحظ فرق كبير جدا في الويندوز بتاعنا. يفضل طبعا ان احنا نقفل كل التطبيقات اللي احنا فاتحينها على الكمبيوتر اثناء العملية دي. تمام، وطبعا بنسيبه زي ما هو كده بيعد من 1 لحد 100، ولما يخلص هوريكم شكله. هقفل الفيديو طبعا لحد ما يخلص، وقبل ما ارسر الجهاز هنشوف بالظبط، يعني هنلاحظ فرق كبير جدا بعد ما يتم رسترة الجهاز وبعد ما تنتهي عملية الاسكان اللي بتتم دلوقتي دي. وده الشكل بعد ما الموضوع تم 100% وبقى كومبليت. بعد كده هنرستر الجهاز وهنحس بفرق كبير جدا في الويندوز بعد ما تم إصلاح جميع الملفات. وكده هنكون انتهينا من فيديو النهاردة، وأشوفكم بخير إن شاء الله الحلقة الجاية. وأخيرا سلام.